السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنشوف الطريقة الصحيحة اللي هتقدر تحذف بيها حساب جوجل بشكل نهائي وجميع بياناته من على الموبايل الخاص بيك، سواء كنت فاكر كلمة السر أو كلمة المرور الخاصة بالحساب أو حتى كنت ناسيها. لكن لو الطريقة نجحت معاك ما تنسانيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ما طولش عليكم. يلا بينا ندخل على طول للشرح. هيكون معايا في الفيديو ده شباب طريقتين. الطريقة الأولى لو حضرتك معاك الباسورد أو كلمة المرور الخاصة بحساب جوجل ده، والطريقه الثانيه لو حضرتك ناسي كلمه المرور او الباسورد. فنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هتروح تضغط يا اما على متجر جوجل بلاي يا اما هتروح تضغط على الجيميل. فانا بالنسبه لي هضغط كده على الجيميل. بعد كده هروح ابص فوق خالص هلاقي دايره كده ملونه وجواها حرف او ممكن تلاقي صورتك، تضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هنضغط على اداره حسابك على جوجل. بعد ما فتح معانا الصفحه دي يا شباب هنروح نبص كده وهنضغط على البيانات والخصوصيه. بعد كده هننزل اللي تحت خالص لاخر الصفحه تحت خالص، هنلاقي حاجه مكتوب عليها حذف حسابك على جوجل. هنضغط على الاختيار ده، وفي الخطوه دي يا شباب هيطلب منك يا اما الباسورد اللي انت عامله له الموبايل بتاعك او بصمه الصباع. فانا هضغط كده متابعه، بعد كده هندخل الباسورد بتاع الموبايل. في الصفحه دي يا شباب بيقول لي ان هو هيتم حذف جميع الصور اللي تم رفعها على حساب جوجل وجميع المحادثات او جميع النسخ الاحتياطيه اللي حضرتك عملتها على حساب جوجل ده، ولو عندك برضو قناة يوتيوب هتتحذف بشكل نهائي. يعني باختصار كده جميع البيانات اللي موجودة على حساب جوجل ده هتتحذف بشكل نهائي. فلو حضرتك تمام ما عندكش اي مشكلة في الموضوع ده، حضرتك هتضغط هنا على نعم، وبعد كده تضغط على نعم، وبعد كده تضغط حذف الحساب. وفي الخطوة دي يا شباب ممكن يطلب منك باسورد الايميل الخاص بيه، فهتدخل الباسورد الخاص بالايميل هتلاقيه فتح معاك الصفحة دي، وهنا بيقول لك تم حذف حساب جوجل وكل بياناته. اذا كده حساب جوجل اتحذف وكل البيانات اللي عليه برضو اتحذفت. والطريقة دي بنستخدمها لما بنكون عندنا شك ان الموبايل بتاعنا اتهكر او حد قدر يدخل على حساب جوجل الخاص بينا. دي كده شباب كانت الطريقة الاولى. الطريقة التانية اللي هنشوفها مع بعض النهاردة، ودي لو حضرتك ناسي الباسورد الخاص بحساب جوجل. الطريقة التانية شباب سهلة وبسيطة جدا. هتروح كده حضرتك تفتح الاعدادات او الضبط عندك على الموبايل، بعد كده هتنزل لحد تحت هتلاقي اختيار اسمه الحسابات والنسخ الاحتياطي. حضرتك كده هتروح تضغط عليه، بعد كده هتدخل على اول اختيار فوق خالص اللي هو إدارة الحسابات. وهنا يا شباب هتلاقي جميع الحسابات اللي موجودة عندك على الموبايل. حضرتك هتروح هتختار الحساب اللي حضرتك عايز تحذفه وتضغط عليه. فاحنا نضغط كده على حساب جوجل، وهنا شباب بيأكد عليك ان انت حضرتك عايز تحذف الحساب او تزيل الحساب، فحضرتك كده هتقول له إزالة الحساب. والملاحظة الأخيرة ان هو بيقول لك ستؤدي إزالة الحساب الى حذف جميع الرسائل وجهات الاتصال والبيانات الأخرى الخاصة من الجهاز، هل تريد المتابعة؟ يعني برضو فيما معنى الكلام ان اي حاجة متسجلة على حساب جوجل ده فهيتم حذفها بشكل نهائي من على الموبايل. بيظهر لك رسالة تأكيد تانية، فحضرتك بتقول له حسنا. حضرتك بتحط النمط او الباسورد الخاص بجهازك، وبعد كده تم إزالة الحساب بشكل نهائي من على الموبايل. فلو فتحنا متجر جوجل بلاي مش هنلاقي أي إيميلات هنا، وبكده نكون حذفنا حساب جوجل أو حساب الجيميل من على الهاتف بشكل نهائي. وتقدر حضرتك بقى تعمل حساب من أول وجديد، وهسيب لك برضو فيديو هيظهر فوق فيه علامة الآي وفي صندوق الوصف إزاي تقدر تعمل حساب جيميل بطريقة صحيحة وآمنة وموثوقة. يا ريت ما تنساش حضرتك تعمل لايك للفيديو لو الطريقة نجحت معاك، ولو عندك أي سؤال تنزل سيبهولي تحت في الكومنتات، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد.